فسلم فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. الحمد لله وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. مشاهدينا متابعينا الكرام، تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم ضمن هذا العدد الجديد واللقاء المتجدد عبر برنامجكم اليومي هل سألوا عبر شاشتكم قناة القرآن الكريم. في مطلع لقائنا أرحب بصاحب الفضيلة الدكتور محمد يدير مشنان، حياكم الله دكتور مشنان، أهلا وسهلا. شكرا جزيلا أستاذ محمد، مرحبا، حياكم الله يا سيدي، عودة ميمونة إن شاء الله، الله يسلمك لنا ولكم جميعا إن شاء الله يا رب. إذن يتواصل معكم الدكتور إن شاء الله في الاستماع لانشغالات إخواني وأخواتي عبر ما تتفضلون به من أسئلة عبر خدمة الهاتف 021-27-43-43 021-27-42-87. نتلقاها بعد بيان موضوع اللقاء. من جوامع الكلم النبوي ما روى مسلم عن النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع الناس عليه. وقف مع هذا الحديث النبوي الشريف ومع أحد جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الشريفة التي كان عليه الصلاة والسلام يعطيها في عبارة موجزة ولكنها تكون جامعة لمعان كثيرة وكثيرة، كما هو الحال مع حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه. رضي الله عنه وأرضاه. شكرا أستاذ محمد مرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. عفوا. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. التحية الطيبة المباركة لكل المشاهدين والمشاهدات، نحييهم جميعا بالسلام وبه نحيا، ونقول للجميع السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونسعد بتجديد التواصل مع إخواننا وأخواتنا من المستمعين والمستمعات. وفعلا جميل جدا هذا التوجيه النبوي الراقي الذي اخترته الأستاذ محمد موضوعا افتتاحيا لهذه الحصة المباركة. والنبي صلى الله عليه وسلم فعلا يشعر أي واحد ولو لم يكن متخصصا في الحديث وفي الروايات وفي المتون الحديث، ولكن حينما يسمع مثل هذا الكلام يشعر فعلا بأن أنوار النبوة تتفجر منه، ولا نحتاج إلى كثير كلام النبي وليس بكلام بشر. نعم، يعني أنوار النبوة تتفجر من هذا الكلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يحيل الإنسان في حياته إلى أعماق قلبه وإلى هذا البعد الأخلاقي القيمي المغروس في فطرة الإنسان، وحينئذ يمكن للعالم أن لا يتعب كثيرا في مجموعة من الأجهزة والرقابات المختلفة والمتابعات والقوانين، لأن حقيقة هذه مهمة ولكنها مكلفة ولكنها متعبة ولكنها مرهقة في نفس الوقت. ولكن حينما يربى الإنسان على تلك الرقابة الذاتية، على ذلك الجانب الأخلاقي العميق في الإنسان، تتحول التصرفات الإنسانية إلى تصرفات إيجابية طبعا، ولكن هذا يحتاج إلى تربية، تربي الإنسان على الفطرة السليمة، يربى الإنسان على الأخلاق الكريمة، يربى الإنسان على قيم الحق والخير والجمال والفضيلة. حينما تكون المنظومة الأسرية والمنظومة التربوية ومنظومة الشارع ومنظومة الإعلام ومنظومة مؤسسات صناعة الرأي المختلفة
تعمل جميعا تتعاون من أجل الاستثمار في القوة الكبيرة الهائلة للأخلاق الإنسانية. ثم يتكون هذا الإنسان، إذا صح التعبير، هذا الإنسان الأخلاقي، إنسان أخلاقي. فحينئذ تعمل في هذه الفطرة، تعمل الفطرة عملها، وتعمل الأخلاق عملها، وتؤثر هذه الجماليات في الإنسان. فحينئذ يعرف أن الإنسان بأن العمل المبرور وأن العمل الحسن الذي ينفعه هو، والذي ينفع محيطه القريب، والذي ينفع محيطه البعيد، والذي ينفع وطنه وأمته، وينفع المجتمع الإنساني كله، ينفع الأجيال الحاضرة وينفع كذلك الأجيال المستقبلية. هذا البر يدرك هذا الإنسان بهذه الفطرة التي تربى عليها. كل مولود يولد على الفطرة. الاستثمار في هذه الفطرة تجعل الإنسان يعني يقيم هذا الجسر الجميل بين البر وبين حسن الخلق، فتصير كل أعماله مبرورة. لماذا؟ لأن فيها جانبا من حسن الخلق، أو لأنها يسيرها حسن الخلق. كيف؟ إذا أراد أن يتحدث فيرى بين الصدق والكذب، فكل إنسان يدرك بأن حسن الخلق في الصدق، فيتحرى الصدق، فتنتشر الثقة بين الناس. حينما يريد أن يتكلم أيضا فإنه نعم لا يقول إلا صدقا، ولكن لا يقول شيئا يضر الناس أو يجرح مشاعر الناس، كالغيبة والنميمة وغير ذلك من الكلام، والكلام المستكبر الذي يستعلي به على الناس. حينما يريد أن يعمل، طيب الإنسان بين أن يتقن عمله أو أن يقوم بأي عمل، يعني بأي طريقة دون إتقان، دون، طيب سيدرك أي واحد أن حسن الخلق في الإتقان، وليس حسن الخلق في السهو وفي التضييع وفي التبديد وفي عدم الإتقان. فإذا أتقن هذاك الإتقان، ينفع هذاك الإنسان نفسه ولا لا؟ سينفعه، لأن رب شيء صنعه هو سيستعمله فيما بعد، سيستعمله جاره، سيستعمله أخوه، تستعمله أمه وأبوه وأبناؤه، وربما تستعمله الأجيال المتعاقبة. نحن اليوم نسكن في بنايات بناها من كان قبلنا، نحن اليوم نأكل من أشجار غرسها من كان قبلنا، نحن اليوم نسير على طرقات عبدها من كان قبلنا، نحن اليوم نركب طائرات ربما الذين صنعوها قد ماتوا، أو بعضهم قد ماتوا. الناس يعني نسير في سيارات أيضا نفس الشيء. ولهذا فهذا لما قال البر حسن الخلق، حينما يستثمر الإنسان حسن الخلق في الأعمال المبرورة، لنتصور كيف تتحول الأعمال، وكيف تتحول الأقوال، وكيف تتحول العلاقات الاجتماعية، كيف تتحول العلاقات الإنسانية، كيف تصير منظومة الكون والحياة بعد ذلك. البر حسن الخلق، هذا مفهوم على وجازته يمكن أن يغير الوجود الإنساني كله، يمكن أن يغير الفضاء، يمكن أن يغير طبقة الأوزون التي تهددنا، يمكن أن يحمي هذه الغابات التي تحترق، يمكن أن يغير هذه الحوادث المرور التي تقتل المئات بل الآلاف من الأرواح، إلى غير ذلك من هذه الأشياء التي تغير الحركة الإنسانية، الوجود الإنسانية كله. البر حسن الخلق، لاحظ حقيقة هما ثلاث كلمات، بر حسن الخلق، ولكنها يمكن أن تغير العالم كله، وقد غيرته في فترات من الزمن، صار فيه العالم محكوما. مطمئنة إليه النفس. نعم. ثم لما سأله عن الإثم،
الاطمئنان شيخ. أن الإثم قالوا والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع أن الناس يطلع عليه الناس عليه. الآن لاحظ الآن تجد الآن في منظومة القوانين الموجودة الآن إما قوانين بمعنى تشريعية ولا قوانين اجتماعية ولا قوانين كذا تجد الكثير من الناس اليوم لا يهذب سلوكه إلا إذا كان تحت قيد اجتماعي، هناك أسرة، هناك أب، هناك أم، هناك جيران، هناك كذا، فيعمل على ضبط تصرفاته من أجل ذلك القانون الاجتماعي، أو أنه في العمل هناك قانون عمل صارم، ولولا ذلك القانون الصارم ربما لما كان في ذلك المستوى من الأداء، وربما أيضا هذا القانون التشريعي الذي تصدره الجهات التشريعية وتعمل على تنفيذه السلطات التنفيذية إلى غير ذلك. بمعنى نعم هذه المنظومة لا يمكن أن يستغنى عنها يعني تماما، ولكن يمكن لهذه المنظومة الأخلاقية أن تسعف هذه القوانين الاجتماعية والقوانين التشريعية وغيرها من القوانين من أجل أن يصلح العالم. الإثم ما كره ما حاك في صدرك، شيء لم تطمئن إليه، لم تطمئن إليه، معنى ذلك هذا الأمر ليس سليما أو أن فيه شبهة. إذا كان فيه شبهة يسأل حتى يطمئن بأنه لا شبهة فيه فيقبل عليه، بمعنى أنه تجنب الشبهة وتجنب الإثم، سأل ووجد فعلا أن فيه إثما فإنه ماذا يتركه، يصير القلب محلا للرقابة. وهذه شنو هي؟ رقابة ذاتية. يقدر الإنسان يراقب مليار من الناس، الشعب فيها 50 مليون، 40 مليون، 100 مليون، 200 مليون من الناس، يمكن أن يراقبهم في كل لحظة في كل حين؟ لا يمكن مهما كان. ولكن هذه الرقابة الذاتية، هذا التكوين على الرقابة الذاتية القلبية، يمكن بها أن يراقب الناس جميعا من تلقاء أنفسهم. الإثم ما حاك في صدرك أنت، ليس في صدر غيرك، في صدرك أنت. وكرهت أن يطلع عليه الناس، فالشيء الذي لا تريد أن يراك الناس عليه اجتهد أيضا في أن لا يراك الله عليه. ولهذا يقول أحد المربين: لا تجعل من الله أقل الناظرين إليك. يعني الناس الذين ينظرون إليك أنت تستحي منهم، فكيف لا تستحي من الله عز وجل الذي ينظر إليك ولا تخفى عليه منك خافية؟ خلاصة الأمر أن هذا البعد الأخلاقي، هذا البعد القيمي الذي ينطلق من القلب وينطلق من الأخلاق وينطلق من القيم، حسن الاستثمار فيه يمكن أن يغير مسار الحياة، ويمكن أن تتحول حياة البشرية وحياة الإنسانية إلى شيء أجمل مما هي عليه الآن، وإلى شيء أجمل وأحسن مما عليه الآن. لنستثمر في هذه القيم وفي هذه الأخلاق لتكون حياتنا أحسن في الدنيا وتكون حياتنا أحسن في الآخرة كذلك. شكرا دكتور بشتان، بارك الله فيك على ما قدمت وتفضلت به من هذا البيان لموضوع لقائنا أيها الأحباب الكرام. وعلى بركة الله نبدأ باستقبال اتصالاتكم ومكالماتكم والاستماع إلى انشغالاتكم التي نستقبلها عبر رقم الخدمة 021-39-43-43 021-37-42-87. طيب في انتظار الاتصالات إن شاء الله. إذن نذكر مرة أخرى بالرقم الهاتفي الذي يظهر أدنى الشاشة 021-39-43-43. معنا السائلة كريمة من أم بواقي. كريمة مرحبا بك. أهلا وسهلا. مرحبا بك كريمة، تفضلي. وبيك أكثر أبواب أخويا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. شيخي الكريم، أنا منفصلة عن زوجي منذ عام بحكم المحكمة. نعم. بحكم المحكمة، والآن حبينا يعني ننوي بإذن الله ممكن يكون رجوع، دعواتكم من فضلك ما شاء الله. والحابة نعرف يعني الشروط اللازمة للرجوع، هل يشترط، هل هناك مهر معين، عند قيمة معينة للمهر،
هالشي لأن مش نحبين مثلا نديروا إجماعة كبيرة يعني كم الفاتحة، قالوا لازم ندير فاتحة، هل الفاتحة موجبة يعني بجماعة كبيرة قادر نكون مثلا شهود فقط من إخوتي فقط، هل اشترط يعني كسوة، ويعني التفاصيل من فضلك يعني إن شاء الله. وملاحظة أخيرة من فضلكم الدعاء لي صدق، لأني والله العظيم طيل طعام هذا هو الدعاء، يعني هذا باب آخر من السؤال، يعني عام كامل ونايا كل 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 مواضع الدعاء ندعي بها، ونحس إنه ساعات إنه ممكن الدعاء غير مقبول وندخل في استغفر الله في قنوت، من فضلك يعني من هذا الباب يعني تعطينا زيد ولو إن شاء الله. ربي يسر امرك ان شاء الله وترجعي لبيتك وزوجك امين إن شاء الله. امين. العلم راني عندي طفله والله يرعاها ان شاء الله باباها. من فضلك الدعاء، من فضلك بحول الله الكريم، من فضلك الدعاء بحول الله اختي. شكرا جزيلا. ربي يفرحكم ويوفقكم ويجعلكم يا ربي طريقنا امين. شكرا كريم يا اختي، بارك الله فيك. شكرا. السلام اخويا العزيز. اتصال مواري، من معي؟ الو، حمزة من العاصمة، معذرة، فايزة من العاصمة. ألو، مساء الخير. مساء النور. سعد فضيلة الشيخ، لاباس؟ بخير أختي فايزة، الحمد لله. الحمد لله. عندي سؤال من فضلك. تفضلي. أنا الأم تاعي كانت مريضة، ديناها الطبيب نورمال، ما جابش ربي الشفاء عندها، قالوا نجيبوها إمام. نعم. دوك الأخت تاعي، انا جبت الام تاعي لعندي داري، الاخت تاعي والراجل تاعها قالوا نجيبوا لها امام في داري ليا انا، بصح بدون اذن الزوج تاعي، ما سقسوش الزوج تاعي اسكو يجيبوا لها الامام ولا ما يجيبولوش لدارو. ومن بعد كي جابوا ذاك الامام ظهر ماشي امام فضيلة الشيخ، شغل مشعود هذاك الامام. كي شاف الزوج تاعي هكاك تقلق بزاف، قالي لو كان ديري تهضري مع اختك راكي محرمه في الهاتف، قالي درك لو كان ديري تهضري معها في التليفون راكي محرمه عليا. وبداتك من بعد ما تاكا قالي كنت مقلق، ما كنتش في عقلي كي قلتها، سالته قلت اسكو كنت ناوي الطلاق ولا كنت ناوي يمين ولا شكنت ناوي، قالي قلتها وخلاص، هذا ما كان ما نويت حتى حاجه، قالي قلتها برك. دوكا فضيلة الشيخ اسكو نقدر نهضر مع اختي ولا لا؟ لا قال لي تقصي فضيلة الشيخ واش يقول، واش ندير، واش عليا؟ ان شاء الله واضح ان شاء الله. وبك حبيت تقصيك سؤال ثاني، فضيلة الشيخ اسكو امام كي يجي يرقي يقدر يدير الحجامه للمراه؟ دوكا انا كي جا هذا الامام الداري رقى للام تاعي، بصح الاخت تاعي درها الحجامه في الرقبه تاعها، قال لي زوج تاعي هذا ماشي امام، لو كان جا امام ما يديرش الحجامه للمراه. وشو نقول لك، الاخت تاعي باسكو جاوا مشاكل بزاف منها، من زوج تاعها مش من الاخت تاعي. طيب انشغالك واضح يا فايزه، واضح تلقى مشاكل منهم، انشغال واضح ان شاء الله. راكي محرمه هذيك الكلمه، بصح وشو ماشي قصد الطلاق وماشي قصد الزمان. طيب نجاوبك ان شاء الله اختي فايزه، سنجيبك ان شاء الله. واضح السؤال. نعم. مريم من فرنسا. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عندي جوج أسئلة. نعم. نهضر بالدارجة. تفضلي تفضلي. العربية. تفضلي يا مريم. أنا يعني كنت صغيرة نصلي دايما. نعم تفضلي نسمع. بس كنت ماشي حافظة عليها، كنت عم نصلي ساعة نخلي ساعة حتى كبرت يعني تزوجت وكبرت باش وليت. أسكت دوكا لازمني نهرم ولا ما نهرمش؟ يعني السنة اللي فاتت سني. أنا نصلي ملي كنت براني نصلي. ليه بصح ماشي حافظة عليها، يعني ماشي حافظة عليها أنا ونصلي يا ماما، فاسكو لازمني نهرم ولا كيف؟ نعم. هذا السؤال الأول. نقدر نزيد؟ تفضلي. نعم. أسأل أسئلة من فضلك، أنا عندي بني ما شاء الله، يعني ما شاء الله مصلي خير ربي كله، وعنده مشكل ديجا المرة الأولى دقاورية يعني أداها العبد يهضر واش كاين؟ إيه؟ ما سمعنا بلا
عندها الكرش وجمع وقت لا يدخل. بعد ما الدعاء قاعد ندعي وندعي ورب يعني حتى الحمد لله خطر ايام ملحده يعني ما تمن بوالو. هذوك راه تلقاها قلت له وصلت تلقاها. وزاد تلقاها بأخ جزائريه وطلقها تقريبا سوا انا زوج دراري جا واحد عندي قال لي يا ماما هكا هكا قلت له بلي هي قبلوني فيها خير درك اكثر يعني بين قريب سنتين ل 10 ما حبش دير الحلال معها عايشين في الحرام وانا ما لقيت واش ندير اكثر هذا بزاف يحشم وتهضر معاه بصح لا يبان لي في رايه تهضر معاه يسكت ما يجاوبك والو هضر معاه لام لمام لمام تاع المشرب هضر معاه قال له محمد قال له يعني انت ما شاء الله عليك تخيل لازمك تسلى دير وهو من عند ربي هكا المراه اللي يدي لازم كيما تقول عايش في الحرام دركا انا ما لقيتش كيف ماه يعني من فضل كلمه تنتقدوا تنصحوني هضرت انا هضر هو هضروا خوتو ما شاء الله يعني الكل ما شاء الله في الدين هضر مع الامام بصح يسكتوا ندير اللي في رايه. طيب واضح ان شاء الله ربي يصلح رايه ان شاء الله. يعني فقدت واحد المرشدة قدم من عجق لكم حبيت يعني نقول له حلوة بني في مدتي تدور الحلال ما يجيش تجيني وليدك أو عايش في الخارج يعني ماهوش عايش هنا في الجزائر. لا عايشين كل في فرنسا. نعم واضح. هي من فرنسا. عايشين كل بلاد هي من فرنسا هي أصلا من فرنسا نعم. هي عايشين كل نهار يعني بس عليه بلاصتو خدمته صليته وبيته داره ما شاء الله. طيب يعني هذه سيدي تقول لك هذه المرشده مريم سيده مريم هذه المراه علاه مش حابه تدير معاه العقد الزواج؟ ما فناش عليه. طيب نعم واضح واضح السؤال وانا كما نقولوا في العرس الميلاد توفي لي بني ايه في عمره 60 سنه جات وصلت لي كلمة بني هضرت معها على الموضوع هذا هضرت معها قالت لي انت غنبقي ما تبقى شيء بصح هذاك هو هذاك بتلسان لي بني هذاك هو السيستم وانا تسمى ما نعرف العراء ما نعرف وين تسكن ما نعرف وين نعرف وين. طيب تابعينا يا مريم تابعينا نكتفي بما تفضلتي ان شاء الله بارك الله فيك. نعم شكرا دوك تسمعي الجواب ان شاء الله. تسمعي الجواب ان شاء الله. نصيرة من تيارت. نعم الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال انا راني نقضي في الدين تاع الصلاة. نعم ايوا قالوا ليك ما تصليش بالميز زوج وقات في وقت كيما انا نصلي الصبح زوج خطرات الظهر زوج خطرات قالوا لي لا اللي غتكملي نهار وبعد تعاودي نهار الزوج. نعم نعم والسؤال الثاني عن النوافل شو النوافل ووقت النوافل وشحال وانتي واش يساعدك انت يا واش اللي يشجعك باش تقضي؟ نصلي يومين نغرم يومين نصلي الشاتير نصلي زوج ظهرات وزوج عصر زوج مغرب زوج عشاء وبعد ندير زوج صبح. قالوا لي دا الا قديري ظهر عصر مغرب تكملي نعم لا واضح واضح انت واش يناسبك انت واش يناسبك واش يناسبك واش اللي يشجعك باش تقضي؟ أنا كاني تعودت على ندير زوج ظهر زوج عصر زوج ضربة واحدة واضح خالص واضح أيوة بارك الله فيك صحيح الله يبارك فيك شكرا. طيب في اتصال أو نجيب إن شاء الله؟ جمال مثل مسان ونجيب إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله أخي جمال. خليك عندي السؤال. تفضل يا جمال. انا عندي البدن تاعي ايام بزاف. نعم والصلاه كيما صلاه الجمعه الصلاه هذيك نصلي غير في الدار. نعم نعرف واش هذه الحكم الجمعه اللي نصليها في الدار واش
نصلي في الدار ولا لازم عليا شي جامع، خاطرش كي نوقف الصلاه البدن تاعي عيان نقعد نتحشر. وما تقدرش تروح وتقعد، يعني تروح وتقعد في الكرسي ما تنجمش؟ لا ما نجمش نقعد في الكرسي. حتى في الكرسي ما تقدرش تقعد؟ لا ما نقدرش نقعد في الكرسي. أيوة. أنا عندي قلت لك البدن تاعي عيان بزاف. ايوه نعم. شافاك الله ويعافيك. غير في الدار جمعه. ربي يشافيك ان شاء الله. امين. طيب تسمع الجواب بعد قليل ان شاء الله. شكرا. سلامة. شكرا. طيب نبدأ مع كريم من أم بواقي شيخنا مشنا. نعم. تقول انفصلت عن الزوج مدة عام كامل وفيه رجوع إن شاء الله وفيه ترتيبات لهذا الرجوع، الآن تسأل كيف يكون يعني من ناحية شرعية بعد انفصال لمدة عام. نعم. أولا الحمد لله اللي ربي يشرح صدرهم للخير. علاش نقولوا للخير؟ لأن ربي قال والصلح خير. خير، وهذا صلح بين الزوجين. الآن صدر الحكم القضائي معناها طلاق تطليق، وبعد مرور كل هذه المدة يعود يفتحوا مدار جديد، وطبعا يروحوا يعقدوا يعودوا العقد المدني. هما العقد احنا ما نتكلموش على العقد المدني، هم يعرفون يديروه. العقد الشرعي لا يشترطوا فيه يجيبوا الناس كامل، تتوفر فقط الأركان والشروط. الولي تاعها باباها ولا عمها ولا أخوه، واحد من أوليائها، زوج شهود، وطبعا نراهم هما الزوج والزوجة متراضيين، يمدلها الصداق. الصداق أقله احنا عندنا ربع دينار ذهبي. ربع دينار ذهبي تقريبا غرام تاع ذهب. غرام تاع ذهب شحال يساوي؟ واحد المليون وشوية هكذا الآن. أكثر أكثر, أكثر شوية. 11000 دينار. هكذا 11 مليون و100 ألف، مليون و200 ألف. نعم. هذا كحد أدنى. يعني إذا حبيتوا تيسروا على أموركم هذا يكفي خلاص. هذا يقدر يكون دراهم، يقدر يكون لبسة، يقدر يكون شوية عذاب، يعني صداق، صداق رمزي. وتفتحوا، هو يطلب من الولي تاعك، والولي تاعك يقول له قبلت وعلى كتاب الله وسنة رسوله وخلاص. وما يعني زوج خاوتك شهود لا بأس، إذا كان واحد من الجيران شهود معليش لا بأس، شاهدان من أي كانوا هكذا فلا بأس إن شاء الله. بلا ما تكبروا الحالة بزاف وكذا، أنتم حابين تديروها في الإطار العائلي فلا بأس إن شاء الله، فحاجة خفيفة وربي يتمم بالخير إن شاء الله. نعم. طيب فيزة تطرح انشغالها أن الأم كانت مريضة وأخذوها للطبيب، ثم اقترحوا بأن يأتوا بإمام لرقيتها في البيت دون إذن زوج أختها أو دون إذن زوجها. نعم. طيب ثم قالت أن تبين هذا الإنسان مشعوذ وغير ذلك، وحدث من المشكلات ما حدث، وقالها لو كانت كلمة أختك راكي طالق راكي محرمة، يعني راكي محرمة، ثم هو تراجع. نعم. خلاص مدام تراجع خلاص كلمة أختك ولا بأس يعني. نعم. هو تراجع عن هذا الشيء، ففي الأول نعم كان في حرج، الآن عاود يعني أدرك باللي كان زعفان فقط وما كانش قاصد هذا الشيء، وقال لك تقدري تكلمي أختك، معليش كلمي أختك لا بأس إن شاء الله ربي، وما كانش طلاق. نعم. هل للرجل أن يقوم بالحجامة للمرأة؟ والله أولا الحجامة هذه فيها كلام كثير، ولكن حتى إذا كانت ينبغي أن يقوم بأهل الاختصاص. نعم. لأن الحجامة هي نوع من التطبيب إذا صح التعبير. ليست ممارسة شعبية. نعم ليست ممارسة شعبية، وفيها دم وفيها آلات وفيها يعني، فينبغي أن تتم الحالة الصحية، معرفة الحالة الصحية للإنسان، الأدوية اللي يتعطى. لما يروح الإنسان ينحي الدم الطبيب يدير له كذا والضغط ويشوفه اذا يقدر ينحي له ما ينحيش، نفس الشيء. فينبغي ان تتم في ظروف علميه، في ظروف نظاميه. اما يجي اي واحد يجيب المستعل الحلاقه هذه كل استدري ويجي ويشرح الانسان ويخرج الدم باي طريقه، فيبدو الناس تتعاطى ادويه اللي ما تخليش الدم اي نعم هذا يتوقف يعني يبقى هذا هو. ولهذا فينبغي ان تتم في ظروف طبيه. الان كما للطبيب الأصل المرأة تداوي المرأة والرجل يداوي الرجل، هذا هو الأصل. إذا كان تعذر مرأة ما لقاش طبيبة يداويها الطبيب، الرجل ما لقاش طبيب يمكن تداويه الطبيبة، ولكن نبحث عن الآن كاين احنا ما ناش نديره إشهار ولا ما ناش نحكيه على هذا الشيء،
ولكن كاين بعض الناس متخصصين في الطب وكذا ودايرين اماكن للحجامه بشكل طبي بشكل علمي بشكل كذا، تشعر بان هناك نوع من الحمايه او الامن على الاقل ما تراه العين، وان كان احنا لسنا متخصصين حتى نحكم على هذه الاشياء. المهم ان كل شيء يتعلق بالصحه الانسانيه وتاع الانسان اللي ينبغي ان يتم في ظروف نظاميه دقيقه تحمي الانسان من المخاطر اللي يمكن ان تحدث. نعم بارك الله. طيب مريم من فرنسا، والسؤال لها كانت تصلي وتترك الصلاه فهل عليها قضاء الان؟ تسالكم دكتور مشنا. نعم تقضي. تقدر هذوك الايام اولا من نهار اللي بلغتها، قبل ما تبلغ ما عليها ما كاش قضاء. مثلا هي بلغت وعمرها 14 سنه، قبل 14 سنه ما كاش قضاء، من 14 سنه الفوق احنا قلنا 14 سنه مثالنا، والا تكون تقدر تكون بلغت قبل ولا من بعد. تقدر الايام اللي ما صلاتش فيها، شكت قال انا مجموع اللي ما صليتوش عام تقضي عام، قال انا مجموع الايام اللي ما صليتهاش تقدر، قال انا 6 شهور تقضي 6 شهور هكذا حتى تبرأ ذمتها. ما تخليش رقبتها معلقه بدين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال دين الله احق بالقضاء ان يقضى، هذا دين ربي لابد ان يقضى. اذا واحد يسلك لازم ترجع له، فما بالك ربي يسلك، ايضا ربي ايضا لازم ترجع له حقه هكذا يا. فهي تقضي، شكت 6 شهور ولا 10 شهور نفرضوا، هي كاين دير التقدير، قال انا باقي لا 6 شهور لا ربما تلحق حتى ال 10 شهور اللي ما صليتهمش مثلا، كي تجمع هذوك الايام تحسب على 10 شهور، لانه باش تبرأ الذمه تاعها باش تروح ربي وهي مطمئنه ماشي وهي محاسبه على ذلك، فتقضي هذوك الايام تقضي. نعم طيب بالنسبة لسؤالها الثاني، هذا الابن اللي يقال مشكل تزوج بأجنبية، جابت طفلة وطفل ثم طلقها ثم تعرف على امرأة الآن في علاقة غير شرعية مع بعضهم وهذا مصر على أن تبقى هذه العلاقة. هو الحرام حرام بين، إن من جوامع الكلم كما كنت تقول الحرام بين، إن الحلال بين وإن الحرام بين. هذا وفعلا حقيقة كل الناس تعرف الحلال. نعم. وكل الناس تعرف الحرام، قال لك في المثل الدارج تاعنا يقول لك حتى القط يعرف الحلال والحرام. لما تعطي له شوية طرف تاع اللحم وتعطيه له أنت بيدك ياكله قدامك ولا لا؟ لا. ولو كان يخطفه واش يدير؟ أيه. يهرب يبتعد. يبتعد. فبغريزته يدرك هذا الشيء. ولهذا هذا الأمر حرام. أنتم كملوا نصحوه. كملوا وجهوه. كملوا يعني باش تسلكوه من هذه الوضعيه اللي راهو فيها، خصوصا كي تقول له بلي هو انسان يعني مو سيء، يعني انسان فيه نوع من الاخلاق، ولكن طبعا تربى في مجتمع يعني غير المجتمع تاعنا، وعلى قيم واخلاق غير القيم والاخلاق تاعنا، وكاين اشياء احنا نستهجنها في جهات اخرى يعتبروها امر عادي، ولكن هذا ما موش عادي. هذا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيل، وساء السبيل ماشي مليح. طيب الان انت اذا كان قدرتي وشفتي باللي انه ما دام راه مصر على هذا الشيء رغم نصحتيه، انت نصحوا باباه نصحوا خاوته نصحوا الشيخ الناس كامل نصحوه وما حبش يسمع وعجبته هذه الطريقه هذه، اذا تحبي تقاطعيه قطعيه، لانه يجوز مقاطعه الانسان المصر على المعصيه ولا لا؟ يصح إنسان المصر على المعصية وكذا يصح تصح هجرته، ولكن زيدوا حاولوا لعل الله عز وجل يشرح صدره للخير هكذا يا إن شاء الله، وربي يهديه إن شاء الله، ربي طيب يهديه ويهدي وليداتنا جميعا إن شاء الله. آمين. نصيرة من تيار تقول أن عليها قضاء دين الصلاة، ولكن هي طريقة القضاء تاعها شيخنا مشنان تصلي كل فرض مرتين، نعم الظهر مرتين، العصر، المغرب، العشاء وهكذا، قال له هذه الصورة للقضاء غير صحيحة. ما يشوف هو ينبغي أن يؤخذ بأيدي الناس من أجل حل مشاكلهم. نعم. ولا ينبغي أن نغلق تعقيدها أبواب. نعم. نعم نعم
لو كان نروح نرجع للفقه يقولون بأنه في القضاء على الفوائد الصورة الفضلة يعني الأحسن هو الإنسان يصلي الصبح الظهر عصر يوم العشاء وبعدك يزيد يعاود يبدأ. طيب هذه الصورة الفضلة، ولكن الأفضل لا يلغي المفضول. طيب هذه لو كان نقول لها ده ممكن تحبس خلاص القضاء لأنه تولد تعودت على هذه الطريقة والطريقة لقتها عفوا سهلة، فلا بس. لماذا نغلق هذا الباب؟ وفيه رأي في الفقه يجوز هذه الطريقة مع الاعتراف بأن الطريقة الأخرى أحسن، ولكن الحوس على الأحسن وما قدرنالوش، بل ربما هذا يؤدي إلى أنها توقف كامل على القضاء وتبقى مسؤوليتها قائمة. إذن ولهذا نقولك يا سيدتي الكريمة، إذا كان هذه الطريقة لك قدر عليها فصلي بها قضي بها الطريقة. علاه؟ لأن الفوائد القديمة لا يشترط الترتيب فيها، فوائد القديمة خلاص يزول الترتيب لأنه إنسان أو يصلي أو يقضي وش منها لو يقضي تاع 1 جويلية عام 98 أو يقضي وخلاص. فالآن أنا صليت الصبح صبح اليوم مقدم على ظهر اليوم لأنه راح نصلي الظهر من بعد، ظهر اليوم لأني نقضي فيه مقدم على عصر اليوم لأني نقضي فيه، وهكذا هذا يوم وهذا يوم وكل واحد يتقضى وخلاص، فلا بأس إن شاء الله. فنعم احنا نقول بأن الطريقة الأخرى أفضل، ولكن كونها أفضل لا يعني أن الطريقة الأخرى مايش صحيح، فربما إما هي لم تطرح السؤال بالشكل كذا، أو أنها سمعت الإجابة ولم تستوعبها بالطريقة الكذا، أو أنه شخص كان يعرف حاجة وظن أنه هي الطريقة الوحيدة الصحيحة. لا، هناك طريقة أخرى، طريقة لا يدرها أيضا صحيحة مع كونها مفضولة ولكنها صحيحة، فلا بأس، يمكن أن تواصلي وتقضي بهذه الطريقة وربي يوفقك إن شاء الله. نعم. طيب إذا في مكالمات اتصالات نستمع إليها، دائما نذكر بالأرقام الهاتفية 021-39-34-43 021-37-42-87. هل من اتصال؟ نعم. طيب ليتما يكون فيه اتصالات. جمال مثل إمسان أسألكم دكتور، أنه متعب بدنيا ويصلي في البيت حتى الجمعة ولا يستطيع الجلوس على الكرسي. الله ربي يوفقه إن شاء الله. ربي آمين. هو الإنسان يصلي بقدر الاستطاعة. نعم. إذا كان داخل الدار يا أخي، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما، إذا ما قدرش جالسا، إذا ما تستطيع فعلى جنب. فالرخص دائما تتبع الإنسان. الجمعة نعم السعي إليها واجب. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. طيب الآن إنسان لا يستطيع أن يسعى لأن جسمه كما قال ضعيف، هو يقول بأنه جسمي ضعيف إلى درجة أنه لا يستطيع أن يجلس حتى على الكرسي من أجل أن يصلي. هذا لما يقدرش يجلس على الكرسي كيفاش يروح الجمعة؟ كيفاش يتلقى مع الناس؟ ومع الضعف تاعو يقدر المناعة تاعو تكون ضعيفة، يقدر واحد عنده الزكام يقيسه بالزكام، واحد عنده بكذا، فتولي حالته أصعب. ولهذا يا سيدي الكريم في الحالة التي ذكرتها أنت تسقط عنك الجمعة وتبقى تصليها في البيت ظهرا، ماشي جمعة، تصليها في البيت ظهرا، تصلي 4 ركعة تاع الظهر، وكيف إذا ما قدرت توقف على الكرسي تصليها على جنب وانت راقد تصليها. نعم. وربي عز وجل يتقبل منك. آمين. ويخفف عليك ويرزقك الشفاء العاجل يا رب العالمين. آمين. نعم. بارك الله فيك. طيب استقبل اتصال مروان من مسيلة. طيب خميسة من قالما نفتح اتصال مروان. خميسة تفضلي. ألو أنا معك. تفضلي. ست شي خمس الخير. مساء الخير، مرحبا. أهلا وسهلا.
هاني راح ننشد عورد برك. شو عندنا ورد قديم انت شيخي. ايه. وأقود صحيحة تاع فرنسا من السنتر نتاعك. ايه. وطرف فرد أعطاه المير. شكون اللي أعطاه؟ سكنت فيه ناس، سكنت فيه داوى الشعب، فرقوا للشعب. ايه. وكي هزينا درك احنا صعنا مات المرحوم ولده. جرينا احنا خرجنا العقود كلها صحيحة. منا فريدة وخرجنا العقود صحيحة وحطينا في الشراع. ربحناها في الشراع. ايه. درك كي حطونا خبراء. هي 4 متر و50 سنتيمتر. ايه. كي حطونا 3 خبراء، الخبراء عكسونا فيها. شوية ما لقيناش المخط بتاعها. هي باينة ربنا داوها طرحة. مش كيما نقولوا مبنية ولا داوها طرفات بكاك طرحة. وشنو السؤال تاعك يا سيدتي؟ سؤال أنا. درك السؤال تاعي أنا درك الخبراء ما حبوش نصرفوا بها اللي راهي أرضنا يعطوها لنا. تقدروا تطعنوا في خبره وتجيبوا خبره اخرى. هاي زيد السي مام شوز الشيخ، اما زيد جوج يزيد يحطوا لنا خبره، واحنا خسرنا 300 مليون. نعم. واضح شيء. وبين الخبره اللي يزيد يحطوا لنا الشراع يزيد يخرجوا منعدين علينا كل السوارد الشيخ. نعم نعم دوك. واش درك رايك انصحنا برك السيد الشيخ؟ ان شاء الله. نعم ان شاء الله تسمعي الجواب ان شاء الله. ان شاء الله نسمع متيلية. نعم. ايه هاي صح قصي هاي صح. سلامة. معنا اتصال من تيزي وزو. طيب لا اسمع جيدا، رجاء سماعة الهاتف. نصيرة من البيض. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أخي محمد صالح. أهلا وسهلا. وأخي أهلا أيضا بأخي شيخنا وأستاذنا محمد بن سنان ما سمعناش. الله يسلمك. الشاشة اليوم متشرفين برؤيته. الله يبارك فيك. اليوم أنا دائما تدعى كل يوم الأحد واليوم كي شتا ولا فرح بزاف. الله يسلمك. في عمرها إن شاء الله. قاعد شيوخنا رانا نستافدوا منهم. بارك الله فيهم ربي يجازيها الخير وطول في عمرها. آمين. إذا ممكن خويا محمد صالح تعطيني رقم تاعه. بغي نتصل به ولا هو في اي وقت يكون يعني عنده وقته مسموح يتصل بي. طيب تتواصلي مع الزملاء ان شاء الله نصيرة. هذه وحده. وثانيا انا في راني نبغي نرسل زعما تساؤلات في الميسنجر واني نلقى اسم هلا سالوا بصح يبان لي باللي ماهوش الموقع تاعكم صحيح. اذا ممكن غير في الشاشه تعطونا الموقع نيشان في كل اخر حصه من بعده اسئله كتابيه ولا في كل اخر حصه تظهر عناوين تواصل للحصه. صح. والشيخ ممكن نتصل به ولا هو يتصل بي ولا كيفاش نديرو؟ خلي رقمك عند الزملاء ويتواصل معك. هذا هو رقمي نعاود نتصل بالكونترول. الان تبقاي على الخط هما يتواصلوا معك الزملاء ان شاء الله. شكرا استاذ محمد بارك الله فيكم ربي يجازيكم خير. شكرا لك نصيره. طيب نضيف اتصال اذا فيه مكالمه اخرى من العاصمة محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خويا أنا مولا بيتي كبير. نعم. وكي يتوضا ينسى هو ينسى. كي يتوضا يفسد له الوضوء وينسى ونعاود نهضر له الآخر كامل يصلي هكذا. نعم. وش معنى نعم. معنى ذلك انه عقله صار ماهوش متحكم فيه يعني؟ إيه منين ذاك ينسى. منين ذاك ينسى وكي ما نهدر معاه ينسى. نعم. صافي حبيت نعرف انا نفكر ونهدر معاه وكل حاجه بصح ينسى. كي يكون جايب خبر يعاود كي يكون ماشي جايب خبر يقول لي لا ويصلي. نعم. طيب حبيت نعرف برك. ربي يشافيه ويعافيه ان شاء الله. اللهم امين يا رب العالمين. واضح يا ام محمد. يا صح. السلامه. شكرا.
طيب نجيب على هذه المجموعة بالنسبة لخميسة من قلمة، هذا الإرث اللي قديم وثم لقاو العقود تاعه وقالت نحن من خبرة إلى خبرة، يعني تريد توجيه منكم ونصيحة؟ والله الأمور اللي تكون وصلت للقضاء قضاء خلاص، يعني القضاء هو الذي يفصل فيها، لا يفصل فيها غير القضاء. القضاء إما يقبل الخبرة إما يرفض الخبرة إما يعاود خبرة أخرى. ولكن لو كان جات قضية بيناتكم ويعني ما لحقتش القضاء معليش، فيه صلح فيه كذا، ولكن المسألة لما ترجع القضاء خلاص، فالسلطة القضائية هي التي يمكنها أن تفصل. حتى النبي صلى الله عليه وسلم في واحد الحديث قال تعافوا الحدود فيما بينكم، يعني فإذا وصلت إلى يعني الحكم فلا عفو، خلاص حينئذ يولي الحكم ما يوليش. فخلاص يا سيدتي الآن دخلت في القضاء، الشيء اللي درتوه كملوا حتى تستمر الأمور وتستتب. وقال له هذاك ما ضاع حق وراءه طالب، فالخبرة خبرة، ما دام القضاء هو اللي يطلب الخبرة فتولي الخبرة اللي عينها القضاء هي اللي تفصل في هذه الأمور. نعم. طيب نستمع إلى مكالمة خروبي من بو اسماعيل تبازا. نعم مرحبا سيد خروبي. مساء النور. مساء الخير. أستاذ احنا عندنا واحد ظاهرة في المساجد هنايا، ولاو صغار ما ولا 30 سنة 40 سنة صحيح، ويصلوا في الكرسي يعني كأنهم مستصدرين. والله يعني شيء مؤسف. أنا بكري يعني كبير في السن، والدينا وجودنا كانوا يجلسوا ويصلوا وهم قاعدين، اليوم لهم هذه الظاهرة تاع الكرسي ويخرج من الصف ما وش الصف مليح، ما فهمناش احنا دروك مع كيف نديروا مع شبابنا. نعم يعني سيدنا في هذا الشيء اللي راهو يعني تصديره ماهوش يعني ولا واضح، ولكن 20 30 كرسي في كل مسجد. طيب واضح يا خروبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب أم محمد من العاصمة، شيخها كبير ويتوضى وينسى يعني كيف راه يتوضى ويصلي على هذه الحال. والله فاتقوا الله ما استطعتم، انت ذكره كي تذكره ويشفى وعاود لباس. إذا كان ما على بالوش وكذا يصلي كما رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هذا الله غالب هذا مسكين، هذا ربما في هذه الحالة راه شبه مرفوع عليه القلم، شبه ما نقولوش مرفوع عليه القلم، ولكن كأنه كذلك في هذاك الوضع. ما دام راه يجتهد ويتوضا وراه يصلي وراه كذا فالحمد لله، يعني فلا بأس إن شاء الله يا سيدتي، يصلي بقدر طاقته وذاكرته. إذا أخذ الله ما وهب أسقط ما أوجب. كان أشياء مربوطة بالملكات الإنسانية اللي أعطاها رب الإنسان، كان واجبات مربوطة بالملكات والمواهب، إذا راحت المواهب والملكات حتى الواجبات تنقص معها. ولكن الحمد لله أنه ما زالوا في يعني أعماق هذا تاع القلب، وهذيك هي اللي راهي تحرك فيه الآن. فرب وانت يا ربي يجزيك الخير على هذا الوقفة تاعك وعلى هذا الحرص تاعك على صلاة وعلى وضوء وعلى كذا، هو مأجور وانت هي مأجورة معها إن شاء الله هكذا. إن شاء الله ربي يفتح عليك إن شاء الله، ربي يفتح عليك. نعم. طيب خروبي من بو اسماعيل، هذه الظاهرة يتكلم عليها في المساجد يقول كثرة الكراسي والصلاة عليها. والله السؤال صار يتكرر هذه نعم الأيام. نعم في صار يتكرر هذه الأيام من كل منطقة يتكرر هنا وهناك في الإعلام، صار الناس ويبدو أن بعض المصلين صاروا قد نقولوا منزعجين أو منشغلين بهذا الوضع. لكن وش نقوله، كاين الدين فيه عزائم وفيه رخص، كاين عزائم وكاين رخص، وربي عز وجل كما يحب أن تؤتى عزائمه ربي أيضا يحب أن تؤتى رخصه. طيب الآن الصلاة جالسا، يجلس في الأرض ولا يجلس فوق الكرسي؟ دوك واحد يقولك لا الواجب تصلي فوق الأرض جالسا ولا تقول فوق الكرسي، لا ما أنا يبدو لي أنه ليس هناك إلزام، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي
قائما فإن لم تستطع فجالسا، ما حددلوش طريقة تاع الجلوس، يعني الجلوس، لأنه معناها تصلي بالطريقة اللي قادر عليها، هذا هو. طيب، واحد قادر يصلي على الكرسي، يصلي على الكرسي. الآن واحد أراه فعلا لا يستطيع الصلاة قائما فصلى جالسا فصلاته صحيحة. واحد قادر يصلي قائما وراه يصلي جالسا، هذا صلاته باطلة. ولكن هل أنا اللي مسؤول عليه ولا مسؤول على نفسه؟ هذا القدر من تحقيق المناط. تحقيق المناط معناها واحد يشوف روحه، يا هل ترى من أهل الصلاة جلوسا ولا من أهل الصلاة قياما؟ هذا شكون يقدر يحددها؟ هو الإنسان ذاته. صلى هو فعلا عاجز عن القيام فجلس فصلاته صحيحة لأنه جاب رخصة في محلها. واحد لا عجبه الكرسي وقعد هو قادر يوقف، واش نقولوا؟ نقولوا صلاتك باطلة، لأنه ترك فريضة، ترك القيام لتكبيرة الإحرام، لأنه تكبيرة الإحرام فرض، والقيام لتكبيرة الإحرام فرض، قراءة الفاتحة فرض، والقيام لها فرض. وترك سنن، السنة تاع قراءة الفاتحة السورة سنة، والقيام لها سنة، وهكذا. فالإنسان يولي ترك أشياء كثيرة جدا إذا كان قادرا. ولكن هل احنا مسؤولون باش ندخلوا في قلوب الناس؟ لا، احنا لسنا مسؤولين عن ذلك. ومع ذلك ليست الإنسان الصلاة قائما جالسا بمعنىها هكذا على عواهنها كما يحب. لا، واحد مثلا أستاذ محمد، هذه فرصة قلناها ونزيد نعودها. واحد لا، هو عنده مشكل القدرة تاعه، العجز في الركوع والسجود، يعني هو ما يقدرش يسجد لأنه وضعيته ما تسمحلوش بالسجود، هو ما يقدرش يركع مثلا، وضعيته الصحية ما تسمحلوش باش يركع، عنده مشكل في العمود الفقري في كذا، ولكن يقدر يوقف ويجيب تكبيرة الإحرام. هذا يجيب تكبيرة الإحرام قائما وبعدك يجلس. واحد لا، قادر يوقف يجيب تكبيرة الإحرام ويزيد يقرأ الفاتحة في الفاتحة ويزيد في الصورة، لأنه ما عندهش مشكل في القيام، عنده مشكل في الركوع والسجود. لا، هذا يبقى قائما من تكبيرة الإحرام إلى قراءة الفاتحة إلى قراءة الصورة، لما يوصل للركوع اللي ما يقدرلوش يجلس. لا، واحد قادر تكبيرة الإحرام والفاتحة والصورة يوقف فيهم، وقادر يركع ركوع عادي لأنه ما عندوش مشكل في الركوع ذاته، عنده مشكل في رجليه ما يقدرش ينحني الانحناء تاع السجود. لا، حتى الركوع يجيبه كما هو. ولهذا ربي عز وجل واش قال في القرآن الكريم؟ فاتقوا الله ما استطعتم. ولكن احنا ما نقدرش نحكم. كاين ناس يقول لك لا، اللي يصلوا في الكرسي نديروهم في جنب، نعم، في آخر المسجد. طيب، هذا تنظيم إذا كان إمام المسجد وقائمون عليه، الصف الأول. ولكن واحد كبير في العمر وحياته قاعد يصلي في الصف الأول ومن بعدك الآن عجز تروح تبعته للصف الأول، شوية يعني فيه أمور. ولكن هذو ما اللي يقعدوا في الكراسي لازم يرتبوا روحهم. كاين ناس أنا نشوفهم كيصلي في الكرسي تاعو يخرجوا من الصف، نعم، وما يخليش الإنسان يركع من اللور. لا، الآن خلي الكرسي تاعك مع الخط باش اللي موراك يركع مليح، وانت تقول انا نجلس في الصف، معليش تجلس في الصف، ولكن اللي موراك ما يلقاش واش يركع، معليش انت يتقدم. او انه اثناء القيام معليش ما كاش ركوع وسجود وقعد مع الصف، ولكن كي توصل لركوع السجود قدم الكرسي تاعك مثلا، بحيث انت تاخذ بالرخصه ولكن ايضا لا تحرج ولا تزعج غيرك. نعم، بارك الله فيك. نعم. معنا هاجر من مسيلة. نعم، هاجر من مسيلة، تفضلي. الو. نعم، ام عبدو من تلمسان. نعم، السلام عليكم. مرحبا بك، اهلا وسهلا. شيخنا صلاه الرواتب. نعم، إذا فرط فيها مثلا، كنت مقلقة ما كانش عندي وقول، كنت برا على المنزل فرط فيها، عندي اسمع ليها نعم ولا عادي؟ نعم، واضح السؤال. نعم،
الذهاب إلى حدائق عامة فيها موسيقى، يجوز ذلك؟ حدائق عامة. متى تقول أذكار المساء؟ هل نستطيع نقولها بين العصر والمغرب ولا مور المغرب ولا بعد العصر؟ نعم. نعم نستطيع عندي السؤال؟ تفضلي تفضلي. مناوشات بين الزوج والزوجة مثلا على أشياء المنزل، على الأولاد، على عندها إثم الزوجة؟ والزوج علاش ما تسقسيش عليه إذا عنده إثم؟ لازم حتى الزوج نسقسيو عليه. معليش. شكرا. وعليكم السلام. طيب محمد من بسكرة معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الأخ أنا عندي الوالد تاعي قبل الوفاة في الجامعة مخلاف. قبل الوفاة؟ لا في حياته يعني. إيه؟ عندي أنا وأختي شقيقة جدي. بعدها توفى. لما توفى عاودنا من بر الوالدين عاودنا جبنا امرأة. لا حد يدخلون. إلا حد يدخل هذا يحضروا يخرين الأقارب هذا قالوا لي يدي لازم يدي معاه في الجنان هذا. ندور نتفهم برك الفكرة كيفاش وبارك الله فيكم. أنا ما فهمت. ما فهمناش السؤال يا محمد، ما فهمناش السؤال. ما فهمناش السؤال. قلت لك الولد. إيه؟ خلينا جنان أنا طيب. وأختي. كتبوه لكم يعني كتبوه لكم في حياته. هي تنازلنا عليه، الوالدة ألحت عليه قالت له غادي يدخل الفريق لازم تكتب له جنان ليا. وكتبوه لك؟ قال لي تنازل لي، تنازل لي. وين تنازل لك؟ عند الموثق ولا هكذا برك؟ عند الموثق، اي عند الموثق. هاي تنازل لك ليك انت ولا ليك ولاختك؟ لا انا اختي، قال لي انت واختك انت الله عرضت راسك. صح، اذا تنازل لك انت واختك عند الموثق، ايه؟ ايوا من بعد كي توفى. ايه؟ زاد لحق يدخل مع امراه اخرى. عنده ولد مع امراه واحده اخرى، نعم. هل هذا بقى كل هذا الاخ اللي بالاب يرد معي ولا لا برك؟ نعم، واضح سؤالك. بارك الله وفيك وبارك الله وأطال الله عمرك على طاعة مولانا. طيب أم عبد من تلمسان وجيبها، شيخنا بالنسبة لمن فرط في الرواتب هل عليه إثم؟ ليس عليه إثم. سيدنا رسول الله جاء ذاك الأعرابي سقسيه على الفرائض وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليك ربي 5 صلوات في اليوم والليلة، هكذا قال له. نعم. هذاك الأعرابي قال له هل علي غيرها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، إلا أن تتطوع، وهكذا في الصيام وكذا إلى آخره. فلما راحوا وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم أفلح هذا الرجل إن صدق. إذا كان واحد صلى الصلوات الخمس يكفيه، الرواتب تدخل في المستحبات، اللي درها عنده الأجر واللي ما درهاش ليس عليه الإثم، لأن المستحب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. ذهب الحداقة يا شيخ. نعم والله إنسان إذا قدر يتجنب وحاجات فيها الشبهات يتجنبها، إذا كان دوك الحدائق هكذا وإنسان محتاج يتنفس على روحه يروح والناس كل واحد يسمع واش. طيب متى تقال الأذكار في الصباح والمساء؟ في المساء، في المساء، المساء يبدأ من تقريبا من العصر هكذا كله يعتبر مساء. نعم. هل تأثم الزوجة في الخلافات العائلية؟ يعني يعالجوها بشوية بشوية وخلاص. نعم. أخ محمد يسأل معهم في الإرث؟ لا لا ما يسألش، ما يسألش معهم في الشيء اللي كتبوا لهم، تنازل عليهم الشيء اللي تنازل عليهم إلا إذا كنتوا ما تطوعتوا، أما من حيث الميراث لا، ما دام هبة فليس له الحق في ذلك. نعم. شكرا دكتور بارك الله فيك. الله يبارك فيك. إلى خاتمة اللقاء. صحيح أخويا محمد. إن شاء الله. شكرا لكم متابعينا مشاهدينا الكرام ولكل طاقم الخدمة في أمان الله. السلام على الجميع ورحمة منه وبركاته.